ني جلالة الملك مسواتي الثالث كذلك بعد ظهر اليوم زيارة تفقد لمركب هونغ دونغ للصيد في العاصمة الاقتصادية، وتجول القائدان في ورشات المركب واطلعا على عينات الأسماك المصطادة ومراحل معالجتها الإجراءات المتبعة لتسويقها، واستمعا إلى شروح حول التجهيزات التي يتوفر عليها هذا المركب وطاقته الاستيعابية وهدفه في رفع الإنتاج وتعزيز الدخل هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك خلق فرص العمل واختصاص البقالة. يهدف إنشاء هذه الشركة إلى تطوير الصيد في بلادنا وتكوين وتأطير الخبرات الموريتانية العاملة في هذا المجال للمساهمة في التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني. وصل جلالة الملك مسواتي الثالث عاهل مملكة إسواتين